استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله الخليفة رئيس المحكمة الدستورية وسعادة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام الذين رفعوا لجلالته التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الوفي ويديم عليهما نعمة الأمن والرخاء والتقدم. وقد بادلهم جلالة العاهل المفدى التهاني بهذا الشهر الفضيل سائلا الله سبحانه وتعالى أن نعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكتنا العزيزة بالخير والبركات، ومعربا صاحب الجلالة عن تقديره لرؤساء الهيئات القضائية على جهودهم الوطنية المخلصة في خدمة الوطن والمواطن وتحملهم المسؤولية والأمانة لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون، مؤكدا رعاه الله على الدور الهام الذي تطلع به السلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات.